بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. الإسلام. الإسلام. والعقل. والعقل. والاستطاعة. والبلوغ والاستطاعة. والبلوغ. والاستطاعة. والاستطاعة. والبلوغ من الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الصيام. طيب. ما هي مفسدات الصيام او المفطرات؟ هذا الذي لا يعرف المفطرات الله اعلم قد يكون صيامه باطل. هما اخوانا ما تعرف المفطرات؟ سبحان الله، تصوموا في هذا البلاد؟ انا ما عندي علم اخوان، انا جبت الذاكره معكم بس اخوان. يفطر يكون الانسان أفسد صومه بما؟ من يعني؟ سبحان الله، واحد مفسد فقط. لو لا أنا معك والله. قال يقول الشيخ جزاك الله، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول السوء والعمل به. قول السوء يعني قول كل محرم، شتم وسب. لأن بعض الناس في رمضان يقول اسمع أخلاقي هنا، لا أحد يكلمني، حتى الزوجة تبتعد والمجتمع من حولي ما أحد يقول، قال هنا أخلاق. سبحان الله، جاء الصيام لتهريب الأخلاق أو لا. سبحان الله، من لم يدع قول الزور قول كل محرم والعمل به فعل كل محرم. صح؟ مثل كاس العالم. طيب. فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. هل هذا من المفطرات؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنها. فقال: لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام. صدق صحيح؟ غيبة ونميمة، الله المستعان. ولذلك قلنا أنه في المسجد أحسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: طهر للصائم من اللغو والرفث. إذا هذا ليس من الفطر، لكن من المحرمات الظاهرة عليه، من المحرمات على الصائم. يا إخواني، مفسدات الصيام، الله المستعان، أنا ما أسأل عن شيء. لا ما نريد، لا. الإخوان الثانيين، ما تعرف إخوان؟ أوقف. أوقف. الأكل والشرب عمدا. مواتم عليك، لا أعرف، أبقى ما عندي. الأكل والشرب عمدا في هذا الموضوع طبعا. في الليل يأكل يشرب، ما شاء الله ما أنزل الله، حتى لا يصلي التراويح من شدة ما يأكل. الله. الأكل والشرب عمدا. لو أكل أو شرب ناسي فصيامه صحيح، لكن إن متى تذكر يوم الطعام والشرب. طيب، الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب، أخذ هذه البضعة، هذه البلاستيك، أكل أو شرب؟ لا، أكل أو أكل. أفضل أفضل إنه جرى مجرى الطعام والشرب. مفهوم؟ طيب. أستر يا رجل، اللهم استعان. إذا الأكل والشرب عمدا وما جرى مجرى الطعام والشراب. طيب، أو كان يقوم مقام الطعام والشراب مثل الإبر هذا السيروم مغذي، يفطر؟ نعم يفطر، لأنه هذا يقوم مقام الطعام والشراب، لكن ذهب إلى المستشفى وأعطوه إبرة مسكن للألم، كل دليل مثلا، أخطأ؟ لا. إبرة للضرس من أجل التخدير، أخطأ؟ لا. مفتوح مفهوم؟ طيب، سؤال وفريد. أعطيني بالنسبة للسؤال. تأخذ سؤال؟ إن شاء الله. واحد. قطرة العين. من المفضلات عمل، لأنه عندما وضع القطرة في العين وجد المرارة في حد. أفضل أمر، ما أحد يتكلم أخوان.
ألف يفطر إذا وجد هل رأيت يوم من الأيام أحد يشرب من عيني؟ رأيت بالله أحد؟ ها يا عم رأيت أحد؟ إذا خطر في العين لا تفضل لأنه ما نرى يوم من الأيام سكع عاقل يشرب من عيني ترى هذا لا إذا خطر في العين لا تفضل مفهوم؟ الاكتحال المرأة تابع الكحل السواك لا تفطر في الليل وفي النهار وبعد الغروب وقبل الغروب وفي كل وقت اشكال ما في اشكال التبرد ما في اشكال الاغتسال لا اشكال فيه قطرة العين لا اشكال فيها مفهوم؟ طيب إلى هذا المفسد الاول الاكل والشرب عمدا وما جرى من الطعام والشراب او قام مقام الطعام والشراب اما قطرة العين لا اشكال فيها واحدة. نعم بعد هذا نعم فتح الله عليك يقول الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام إذا جامع في الليل أشكر إذا كان لا يجب عليه الصيام لأنه مشاهد وجامع في نهار رمضان لا شيء عليه إلا قضى هذا اليوم فقط فمن جامع في نهار رمضان وكان يجب عليه الصيام فعليه كفارة مغلظة وهي يريد السمك نعم صيام شهرين متتابعين فقط تجد النهار الذي يتنى خلص النهار يبني 60 يوم فقط أيضا من يعرف لا علي عزق لا علي عزق رقبة مسلم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فطعام 60 مسكين مفهوم يا أخي الله تعالى إذن من المفسدات بل كفارة مغلظة الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام بعدها فالضرار نعم نعم تعمد إخراج الميت في نهار رمضان الاستثناء خرج بهذا مال واحتلم ونام بعد الفجر ثم استيقظ وجد أثر منه فصيامه صحيح لأنه ما تعمد جيد طيب البنت لكمان في الإسلام لأن لو سبب ربه كلا صيام طاقة القي عمدا آدم أسبع بذيل وأخرج ما في بطن أخطأ آدم لكن لا استقام دون تعمد في عصر أخويا أصبر الله يهديك سابق ما في إشكال صائم ما يفضل من السابق هو إن شاء أفضل وإن شاء صائم طيب نعم لا أنا من السابق الحجامة ومثل الحجامة التبرع بالدم احتجم وصائم أو تبرع بالدم لكن أخذ عينة من الدم يقول الشيخ العلمي رحمه الله هذا لا يقدر ما في إشكال أخذ عينة من الدم تحليل دم ما في إشكال لكن تبرع بالدم لأنه يحصل من جسم تعب والحجامة كذا خروج دم الحيض والنفاس نزل عليها دم الحيض والنفاس أفضل الأكل والشرب عمدا وما جرى من الطعام والشراب أو قام مقام الطعام والشراب والجماع والقي عمدا وخروج دم الحيض والنفاس والحجامة والحمد لله رب العالمين طيب
طيب مستحبات الصيام، يستحب للصائم ان يفعل اشياء. من يعرف اخواننا اللي نسمع في رمضان؟ من يعرف؟ يقول اطعام الطعام الفرصان حتى يكون له اجر. طيب على واحد اللي يعرف يرفع نفسه اخواننا. نعم اوقف. قراءة القرآن أكثر من قراءة القرآن. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن في رمضان وفي السنة التي مات فيها على القرآن مرتين أكثر من قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله يعزي عليه أجل غير هذا. نعم تأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور، يعني مجرد ما أنت يأكل مباشرة ويؤخر السحور ما ندخل وقت الفجر، لأن بعض الشباب أذان الله إياه ما يضع السفرة إلا قبل الأذان بثلاث دقائق خمس دقائق. تعجيل الفطر وتأخير السحور. والفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى كم، فإن لم يجد فعلى ما، فإن لم يجد فعلى ما وجد، والطعام تفاح لحم الطعام. فإن لم يجد نوى وإذا ما أفطر وإلا يأكل المشرب مرة أخرى. يفطر على رطب. ما هو الرطب؟ الآن الذي يخرج من النخلة قبل أن يطيب ويصبح للأكل يكون أخضر مر، فعندما يبدأ يتغير ويطيب للأكل ولا يصلح للتخزين فهو رطب، وعندما يصلح للتخزين فهو تمر. إذا الرطب مرحلة بين عدم صلاحية الأكل ومرحلة بين التخزين، مفهوم؟ يحصل على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى مي، فإن لم يجد نوى أخر. مفهوم يا أخي؟ طيب، ويتسحر على تمر، تعجيل الفطر وتعجيل السحر. أكلت آخر الليل التسحر، لأن قال عليه الصلاة والسلام تسحر فإن في السحر بركة. بركة في ماذا؟ بركة في الطعام، نعم، وبركة أن تتقوى في نار رمضان. الله سبحانه وتعالى غني عن تأديب العباد، صح؟ أي نعم. الإكثار من الصدقة في رمضان، لأن أجود ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وحين قال جبريل عليه السلام صلاة التراويح المحافظة على صلاة التراويح في المساجد الجماعة وتقوم مع إمامك حتى يصلي تكتب لك قيام ليلة. غير الدعاء، لأن دعوة عند فطر، دعوة الصائم مستجابة. قلنا الله تعالى الاعتمار، صلى الله بلغني وياه العمر في رمضان يا رب، الاعتمار في رمضان تعدل تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جيد. السواك قلنا هذا مجاز، السواك في كل وقت ما مشكل. نعم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، تحري ليلة القدر، الدعاء بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. طيب مستحبات الصيام، يكره للصائم أمور: المبالغة في الاستنشاق، وذوق الطعام لغير حال، ذوق الطعام لغير حال. إذا يباح ذوق الطعام للحال، خاصة المرأة لأنها ممكن تطلق عند المغرب إذا من النوم زعلان، تذوق الطعام للحال من الانتخاب، فتذوق الطعام للحال لا يشتغل، لكن غير الحاجة لا، هنا حاجة وزيادة.
بالضروره. نعم ما تفصل لو قطعنا. مفهوم؟ القبلة للصاح تقبل الزوج فقط. فالقبلة للصائم إذا كان يخاف على نفسه تعالى لا يقبل. مفهوم؟ طيب يحرم على الغيبة والنميمة، فعل كل محرم وقول كل محرم، والقبلة إذا كان لا يملك نفسه. طيب ننتقل إلى صيام النافلة. من يعرف النافلة في الصيام؟ ما هي النافلة في الصيام؟ يا أخوانا شاركونا الله المستعان. نافلة صيام النافلة، ما هي صيام النافلة؟ نافلة صيام رمضان فقط عندكم ولا ما؟ نعم الشيخ. صيام الاثنين والخميس والاثنين آخر. صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع والاثنين اخر في الصيام. نعم نعم. صيام ثلاثة ايام من كل شهر. صيام ثلاثة ايام من كل شهر، والاولى ان تكون في الايام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الميلادي. لا اعتبار للشهور الميلادية في الشريعة ابدا، لا تعتبرها ولا تلقي لها بأس. عشر هجرية رجل. نعم. صيام ستة أيام من شوال بشرط أن يكون أتم صيام شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فإذا كان عليه أيام رمضان يقضي أولا ثم بعد هذا. الأولى كذلك في صيام الست من شوال أن يبدأ بها في اليوم الثاني ويجعلها متتابعة، فرقها أو اليوم العاشر أو الحادي عشر أو العشرين لا إشكال، لكن الأولى يبادر بها من ثاني يوم من شوال. جيد. صيام يوم عرفة لغير الحاج. أواسم عليك. يومين عاشور. صيام عاشوراء مع التاسع او الحادي عشر. الله يفتح. صيام شهر شعبان ومحرم، لكن لا يتم شهر شعبان بالصيام. صيام داود عليه الصلاه والسلام، صيام يوم وفطر يوم. صيام صيام داود قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم وفطر يوم. صيام الأيام العشر من الحج لدخولها تحت الأيام الصالحة، طبعا دون يوم معروفة ويوم العيد، لدخولها تحت الأعمال الصالحة. إن صح فيها حديث الصيام الحمد لله، وإن لم يصح تدخل ضمن الأعمال الصالحة. هذا جيد. طيب عندنا صيام محرم، من يعرف الصيام المحرم؟ صيام الدهر يصوم ولا يفطر. صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الاضحى. صيام ايام التشريق محرم الا لمن لم يجد الهدي. صيام يوم الشك الان الثلاثين من شهر شعبان محرم الا اذا كان من عاده المصوم موافق لما هذا جاء يوم الاثنين والخميس، وكان من عاده المصوم فصام من اجل الاثنين والخميس لا من اجل الاحتياط والشر يصح. طيب صيام افراد الجمعه والسبت والاحد بالصيام مكروه، لكن ان صام لا من اجل الجمعه لكن من اجل ان هذا اليوم يوم عرفه وكان يوم جمعه يصح عباده الصيام والاشكال، واذا اراد ان يصوم الجمعه يصوم معه الخميس او السبت. مفهوم؟ طيب يبقى معنا
صلاة العيد. العيد عند أهل الإسلام ليس كالعيد عند المسلمين. نستقبل العيد بالطاعة، نستقبل العيد بالصلاة، نستقبل العيد بالصدقة، زكاة فطر أو أضاحي. نستقبل العيد بأول النهار، والذي يبكر دائما هذا دليل على النجاح. يستقبل العيد بالسهر والضياع، والذي يسهر إنسان فاشل. نعم، نستقبل العيد بالإحسان إلى الخلق، زكاة الفطر وتتصدق من الأضاحي. يستقبل العيد بضياع الأموال وكذا، صح؟ نستقبل العيد بإتباع الحسنة الحسنة، ويستقبل العيد بإتباع السيئة السيئة. نعم، وعيد أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الحب، عيد الأم، عيد تبليز. ما عندنا هذه الأعياد الأخوان، الأم في كل يوم عندنا عيد. فكيف مسلم يشارك هؤلاء في عيادة المحكمة؟ كيف يعني؟ وبعضهم قال أنا والله ما أشارك، أنا أحتفل أنا وأولادي هذه التورتة والشموع، وأحتفل ليلة راس السنة في العيد. سبحان الله، هل هم يحتفلوا معنا؟ لا. كيف تحتفل معهم؟ أو يهنئ الكافر بالعيد. تهنئ الكافر بالعيد تقرأ له على ما تهنئ بالعيد. فوق أمرنا إذا مررنا بقبور أنا فوق إيش نقول؟ أبشروا بالنعم. تقول تهنئ؟ فوق تهنئ بالعيد؟ تقول السلام بارك ولا كذا؟ أعوذ بالله. طيب، العيد يخرج الناس إلى خارج البنيان لأداء صلاة العيد، وإن صليت الآن في المساجد لا إشكال، يجوز أن تقام صلاة العيد في المساجد، لكن السنة والأولى أن تكون في خارج البنيان. أمكن لكم أن تصلوا في خارج البنيان، إن لم يمكن يجوز أن تصلوا في المساجد ولا إشكال. السنة في عيد الفطر أن يأكل ثمرات بعد صلاة العيد في يوم بعد صلاة الفجر في يوم العيد. لماذا؟ لأن الصيام هذا اليوم محرم، وحتى يفرق بين الفريضة والنافلة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل ثمرات وترا، يخرج من طريق ويرجع من آخر. لماذا يتفقد الناس من يأخذ زكاة الفطر؟ يهنئ الناس لا بأس بالدهن، تقبل منا ومنكم. يخرج يصنع التكبير ويصلي بهم الإمام ركعتين، وبعدها تكون بعدها يخرج في هذا اليوم. يعني نستقبل قبلنا العيد بالطاعات لا بالمعاصي. مفهوم؟ نعم. يعني الله أعلم، يعني هذا ما يتعلق بأغلب المسائل التي تكون في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني إياكم ويعين على صيامه وقيامه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.